مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تيفي اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم فطور مع ولاد الشعب حلقتنا اليوم غتكون حلقة متميزة حلقة للضيف ديالها المغاربة كلهم تيعرفوه سي سملالي مصطفى او ما يعرف بعلى القدوس غنتقربوا منه اكثر غنتعرفوا اشنو دار في هذه السنوات اللي تشهر فيها ونسولوه آه على الغياب ديالو واشنو كيعود خلال هذا الشهر الفضيل خليوكم معنا السلام عليكم سي سملالي السلام ورحمة الله اش اخبارك لاباس عليك بخير من الحامدين الشاكرين قطع لك رمضان ولا قضيتي عليه واش غادي نقول لك رمضان داخل علينا بالصحه والسلامه والحال بارد بخير الحمد لله سيدي ربي بسم الله لي نورمالمون الناس كيعرفوك انك ماشي ولد الدار البيضاء انك كنتي في التقدم مؤخرا جيتي سكنتي في كازا واشتغلتي في شي فرناتشي عاود لينا على الظروف كيفاش تنتقلتي لكازا وفين كتخدم ومع من عايش دابا دابا الباص اللي كنت فيها في الرباط المخزن من عيني من تما هضروا مع داك مول المحل قال لي داك السيد ما يبقاش خدام عندك تما يمشي بحالاتو والمخزن عتاقلوني في كوميسيريا يومين هما شادي شاديني دفعوني لعند الوكيل مع الوكيل خرجت بحالتي المخزن قال لي ما خصكش تبقى الدور هنا في الرباط واخا دابا انت خدام هنا في فرناتشي كتعيش تما وكت دابا انا خدام هنا في فرناتشي عامين وانا دابا باش خدام مع واحد السيد في واحد الحمام عامين وانا خدام معاه والحمام دابا عندو ساد كيصلح كي في الاصلاح ديالو كيصلح كي في محالو ودابا هي الحمام واخا كيصلح مول المحال كيخلص لينا السيمانه ديالنا دابا هاد مول الحمام واخا ساد ما خلص ليا السيمانه ديالي جوج سيمانه دابا ما خلصهم ليا شاي وطلعت لعدو قلت له ودي اعطيني 4000 ريال لحتى يخدم الحمام وراك طاح عليا قال لا ما عديش عقبت سكت انا ما قلت ليه والو خرجت بحال ما كا واقف شويه تبعني بدا كيهضر معايا قال وسير خدم شي فرناشي قلب على شي فرناشي خدم فيه احنا ما غنفتحو الحمام اللي حتى العيد اش قلت لي انا خلو ودي عامين وانا خدام تنتسرح بعدا من هذيك التمارة اللي ضربت عامين وانا خدام مع ريحت حتى نهار ولا سيمالك نهار على نهار وانا خدام مع ريحت دابا عيط راني ريح نتسرح صافي ما بقاش هضره معايا عقب سكت وما عطاني والو ما نكذبش عليك ودابا انا راني صابر صابر المهم ريح عايش مع الرجال اللي هتفتح الحمام وراه غادي نخدم علاش انا ما نكذبش عليك انا ولد الحلال و... ولد الحلال ووالدني با ولد الحلال كنخدم على بكتافي تصور فين كتنعس دابا البلاصه اللي خدام فيها كنعس فيها بهذاك الفرناشي نيت تما فين كنعس الفطور في رمضان رمضان كله كتفطروا برا ورمضان ما نكذبش عليك دابا انت جيتي دابا على غفله والله ما نكذب عليك وراه رمضان هادي عواش انا انا نكذب عليك الله يعيني انا ما نكذبش عليك طالع ليا الدم ومغير في صحتي وفي العقليه ديالي انا انت جيتي دابا جيتي على غفله قال لهم مد الله وكبار كاس ديال القهوه اللي شربت وقرعات الماء حدايا كتشوفي ما النعمه ما كليتهاش لا كليت النعمه بغيت نعمه بهاد النعمه النعمه ما جاتش في امي انا وكاك واخا كاك شبعان حاس براسي شبعان لانه علاش بقى فيا الحال بقى فيا الحال كنشوف انا شي واحد مداها فيا لا شي محسنين ولا شي محسنه ولا شي راجل كرمني ما كاينش اللي داها بالرجوله انا عايش مع الشعب ولكن الرجال اللي تهلاو فيا وفرحوا بيا هما الناس ديال طنجه والنادور تطوان والناظور والحسيمه رينكو مارتي لادو من الناس اللي اعترفوا بيا ما نكذبش عليك ثلاث سنين وانا عندهم كنت كنبقى بحال هاد الوقيته اللي حتى نفطر ونخرج واحد يعطيني 4000 واحد 8000 واحد 50000 فرانك تهلاو فيا من مزيان ما نكذبش عليك هنا الداخل ما تعاملوش معايا هنا بالداخل الناس الرجال هما ديال الرواف هادو هما اللي اعترفوا بيا انا الصراحه كنقولها لك وبقى فيا الحاله انت كتشوفي الصفحه الجريده دي ديالي اللي خارج في الجريده دي ديالي وهاد الواد ما نكذبش عليك كان غيديني انا هاد البلاصه دابا اللي هبط ليها كان غيديني ودابا هما بقى فيهم الحال علاش قال لك مني طلع علاش داير داك البوز بحال ماك علاش قال لك دار داك البوز بحال ماك, ماك حنتي علاش انا ما نكذبش عليك لا شبط لهذاك الواد هذاك هو الذكر اللي غادي للبحر دابا لا شبط هبط قلت انا غنلقى الشبكه ثمانيه قلت زعما غنحيد الشبكه وغادي يمشي الماء دابا مني هبط ما لقيتش الشبكه يا خشيت رجلي قلت زعما يكونوا شي ازبال ولا شي حاجه ما نكذبش عليك خشيت رجلي مشى الماء بالقوه ديال الله ولا كان مني مشى الماء مشى الماء بواحد السرعه قويه ما نكذبش عليك مشى بواحد السرعه قويه بحال شي بحال من مشى بواحد سرعة قويه وتسرح الماء الماء دار من فوق من فوق دار الخاتم راه هي فاش كان جاي واحد الدري جا كيجري قالوا لنا صافي راه داه ودابا مني طلعت مني طلعت كيما خلعني خلعت وانا هي فاش دقي دي ديك الدقه دي بحال ما كان ولكن واخا خلعني ما تليش مني تسرح الماء مشى ما تليش قديت رجع نهبط ليه حنت خلعني هي فاش قطعت لواحد اخر عاوتاني حداه ودابا هذاك اللي قطعت ليه حداه تا هو ذكر تا هو حاكم على ذاك الدرب وحاكم على ديك القيصريه ديال المنام كاع حاكم حاكم على دوك النتوات كاملين وعباد الله كاملين هازين بلا غي بلا وصبابطهم وجايين حفيانين وعباد الله داخلين عليهم الماء في الديار ديالهم صوروهم الصحافه كيفاش داخل عليهم الماء المواصل وصل يمتل هنا وحوايجهم فراشهم كل شيء غابر وسرحت انا حشاك تقريبا كره شي خمسه قوات ضربت معاهم العذاب وهذوك كن الناس كنوكح معاهم بالصوله بالماء كنخرج معاهم من الديار ديالهم وداكشي الشيء صوروا الصحافه ولا كان داكشي ما بانش حيدوه طمونطه داكشي اشنو استفدتي من هذه الشهره ديالك سي هذه الشهره ما نكذبش ما نكذبش عليك اللي استفدت منها هو حب الوطن ولكن اللي بقى فيا الحال في المسؤولين حتى شي واحد ما فيا هذا هو اللي عاقدني في حياتي انا انا ما نكذبش عليك مرضت في في دماغي ولا عندي بحال شي مرض خلال في دماغي مرضت عاقدت مزيان في حياتي انا هذوما المشاكل سي علال عندك شي وليدات مزوج؟ هاد الساعة منزل ما مازال ما مجوجش ما نكذبش عليك حيت خاصني لو بغيت نتجوج تيكون عندي محل ويكون عندي رزقي ونكون خدام ديما نكون حدا مرتي وحدا وليداتي باش أنا ما نكذبش عليك أنا ما في حالي شاي ونمشي نتجوج نولد ولادي نتكربص أنا ونكربص ولادي خير نبقى رواسي ديال راسي شحال عندك من سنة؟ أنا زيد في 68 وصافي إن نويتي أنك تستقر في الدار البيضاء؟ الدار البيضاء ما نكذبش عليك أنا المغرب كامل عز عليا كامل علاش أنا تابع الخبز مرة هنا في كازا مرة في الحسيمة مرة في الرباط كل مرة فين الخبز الله سبحانه فين ما كتب عليا الخبز كنمشي نقلب عليه أنايا هادشي هو اللي كاين نعم دابا شنو كيبان علال مثلا لا بالك شي قادوس بحال القادوس ديال ديك المرة تعاود تدخل له عاوتاني ما نكذبش عليك هادشي اللي عملت أنا فيه تعاملوا عاوتاني في تعامل السينات في الحي محمدي في الحي محمدي نفس المشكل نفس الطريقة وديك سابقاً ما كاينين لا تيليفونات لا والو نفس الطريقة نفس المشكل عتقت أمة ديال بنادم في الحي المحمدي وراه باقي نشهود وخا قال ستينات باقي نشهود وباقي عباد الله انا اي حاجه كنصطام فيها ما نكذبش عليك بان ليا واحد وقفت لي طوم ولبست الشانطي ندفع معاه بانت ليا شي بوطه راكبه في شي دار كنمشي نقدر الموقف اي حاجه كنقدر الموقف ديالهم انا دري مزيان ما نكذبش عليك كنعمل الخير انايا يعني. انا كاع الدراري اللي في ديالي اللي صغر مني وكبر مني كلشي تقرقر عيا يعني. وانا تبارك الله باقي بخير ما نكذبش عليك علاش حنت كنعمل الخير وراجل ما نكذبش وكنجلس بوحدي كنعيش بوحدي انا ما كنريحش مع بنادم مع المجتمع كنعيش بوحدي انا نهضر بوحدي ونضحك بوحدي ما عزيزش عليك الناس ما علاش ما عزيزش عليا بنادم حنت بنادم خايب بنادم توكلي وتشربيو وتدخلي المحل كيما لك بسطامك ولي... يعمل معك شي حاجه خايبه هادشي هو اللي مرة دينا في بنادم ما نكذبش عليك كنعيش بوحدي انا ولا جاني شي واحد في المثال نعدو ما ياكل ولا ما يصرف نعطيه ياكل ونعسو بلاصتي ونعطيه تا حوايج انا يلبسهم بالرجوله كنقولها لك انايا يعني. شنو السر ديال هاد اللباس اللي لابس؟ هاد اللباس اللي كنلبس انا ما نكذبش عليك علاش انا كبرت مع ولاد البلاد ولاد المدينه كبرت مع ولاد البلاد وكبرت مع الرجال هما اللي خلاوني بحالك ما نكذبش عليك انا عشت مع الرجال عشت مع الرجال وتليت مع قشور الدنجال ما نكذبش عليك بالرجوله حيت ولاد البلاد شي مات شي تصطاش شي خرج برا كله مسكين كيطراليه ما نكذبش عليك دابا اش ولا دابا سكيزمي مشاكل ولات واقعه دابا بالرجوله نقولها لك علاه كتكمي الكارو ولا كتكمي شي حاجه اخرى من غير الكارو؟ انا ما غاديش نكذب انا واحد اخر ما غاديش نقول ليه باش تسمعني الامه كامله ولا كان ما خصنيش نكذب انا كنكمي ما نكذبش عليك علاش كنكمي؟ باش خاصني ندوخ دماغي ما نبقى عاقل على شي حاجه نكذب عليك دابا راه المدن قال الله اكبر وما فطرش كميت كارو وكاس ديال القهوه هو عدي وما كليتش النعمه ولا كان شبعان ما نكذبش عليك شبعان ما كترمضنش بنهار؟ ما نكذبش عليك ما كانت رمضان ما تشي حاجه ما كتوقع ليا عاديه علاش يمشي رمضان يجي رمضان بنادم اللي بنادم ما يبقاش يرجع ما شفتوا معنا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامجكم فطور مع ولد الشعب حلقة كانت متميزة تقربنا منها أكثر من سيس ملالي المعروف بالقدوس شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة مقبلة من برنامجكم فطور مع ولد الشعب